للأسف الشديد المستقبل مجهول والمستقبل أسوأ جدا. يعني نحن الآن أمام حالة جديدة من استخدام سلاح النفط في الصراع السياسي. إذا كان هذا الأمر قد بدأ في العام 1973، ومن المفارقات أنه آنذاك تم استخدام هذا السلاح ضد الغرب، ولكننا في هذه المرة نجد أن هذا الصراع أو هذا السلاح يستخدم من الغرب ضد روسيا. بالتأكيد النتائج لن تكون سهلة، سيما أنه هذه المرة نحن نتعامل مع منتج كبير للنفط مثل روسيا، وليس كما حدث مع إيران ومع فنزويلا في المرات السابقة عندما استخدم هذا السلاح ضد إيران وضد فنزويلا. الإنتاج الإيراني والإنتاج الفنزويلي لا يمثل شيء كبير يعني بالنسبة للعالم، ولكن الآن أنت أمام منتج مثل روسيا يتحكم فيما يقارب 11% من الإنتاج العالمي. هذه نسبة كبيرة جدا. طبعا يعني كلنا يعلم إنه روسيا هي المنتج الثالث للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، ولكن المفارقة إنه الإنتاج الأمريكي يتم استخدامه يعني بكامله داخل أمريكا. يعني أمريكا تنتج حوالي 20 مليون وتستخدم أو تنتج حوالي 18 مليون وتستخدم حوالي 20 مليون، فبينما روسيا تنتج حوالي 11 مليون واستهلاكها لا يتجاوز 5 أو 6 مليون. فإذا هذا يعني إنه أثر النفط الروسي على سوق النفط العالمي هو أثر كبير جدا جدا، وحتى الآن من الصعب جدا تكون إنه كيف سوف يتم تغطية هذا العجز. طيب الرئيس بايدن اليوم قال بأنه ما يحدث من ارتفاع أسعار للنفط للبنزين وانعكاس هذا الارتفاع على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية سببه جشع التجار، جشع شركات النفط وعدم استغلال الثروات النفطية في أمريكا بشكل أو على أكمل وجه، ما رأيك؟ وهذا هذا هذا تصريح غريب يعني. يعني نحن طبعا اولا نحن خلينا نتفق ان سوق النفط هو سوق حساس جدا، فالمساله مساله الجشع لا تدخل كثيرا في هذه المساله. اي حدث صغير في العالم يؤثر بصوره كبيره على اسعار النفط. نحن راينا انه حتى في دوله مثل ليبيا والتي لا تنتج اكثر من 3 مليون برميل فقط، ولكن بعد سقوط نظام القذافي هذا الحدث السياسي كان له مردود كبير جدا في اسواق الطاقه. فلذلك يعني خلونا نحن دعونا نسلم انه المستثمر او الاسواق حساسيتها للاحداث هي حساسيه كبيره لا تتعامل كثيرا بالمنطق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اداره بايدن نفسها ارتكبت بعض الاخطاء، او لا اريد ان اقول اخطاء، ولكن استراتيجيه الطاقه لاداره بايدن اقتضت انها توقف احد اكبر مشاريع الخط النقل او خطوط النقل، والتي كانت يمكن أن تتيح الفوائض في النفط الكندي للمستهلك الأمريكي. رأينا أنه الرئيس بايدن أول قرار له بعد أن وصل إلى البيت الأبيض لغى مشروع الكيستون، هو مشروع خط ناقل كبير كان يصل من ما بين كندا إلى الجنوب الأمريكي. هذا الشيء إذا كان حدث، هذا الخط إذا كان يعني إذا كان كتب له الاكتمال، فإن ذلك كان سوف يجعل السوق الأمريكي في وضع أفضل، ولكن الرئيس بايدن لغى ذلك القرار والآن يتحدث عن الجشع. وكلنا نعلم أن المسألة هي مسألة عرض وطلب، يعني الجشع هذا إذا كان هناك طلب أو عرض أكثر من اللازم، ولكن الآن هذا يعني وكالة الطاقة الأمريكية تتحدث عن أنه هناك عجز في مخزونات الطاقة يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل في اليوم، وهذا العجز يعني يمكن أن يتطور بصورة بوتيرة متسارعة جدا أمام هذا العجز أو الحظر على وبالتالي